في مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. معنى هذا الحديث والله أعلم أنه لا يقص للناس إلا من كان أميرا، فإنه ليس له ما يدعوه إلى الزيادة أو النقصان في قصصه، أو مأمور يعني أمره الحاكم بذلك، أو مختال وهو الذي يريد أن يكون له قدر وشأن، ولذلك ضبطت أو محتال، مع أن رواية الجمهور مختال، وعند الدارمي أو مراء. عند الطبراني من حديث خباب في إسناد حسن ورجاله رجال مسلم ما عدا الأجلح الكندي وهو صدوق، والعبرة بالرواية في الصدق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: أكثر الناس على توثيقه، وله طريق آخر من طريق البزار. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وأتت رواية بالتقديم والتأخير، إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، يعني لما كثرت القصص عندهم أتاهم الهلاك في دينهم.